بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث المباشر المتعلق ببرنامج الارتباط بالقرآن الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكلام وأن يجعله الله عز وجل في موازين حسناتنا. البث كما هو منشور عندكم بعنوان القفزات الإيمانية وأثرها على النفس. أولا يعني سريعا، ما معنى القفزة الإيمانية؟ ما معنى القفزة الإيمانية؟ القفزات الإيمانية، ما معنى القفزة الإيمانية؟ القفزة الإيمانية التي نقصدها هنا بمعنى إنه كيف نحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص كما هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإنسان عادة قبل رمضان يحتاج إلى ما يزيد به إيمانه، لأنه خلال السنة قد يعني لا يتوفر لدى الإنسان من العمل الصالح ما يقوي هذا الإيمان تقوية مباشرة. فالمقصود بالقفزة الإيمانية ما الذي يمكن أن يفعله الإنسان لكي يعني ينتفع بزيادة إيمانه، أو لكي يزيد هذا الإيمان في نفسه بحيث أنه يقبل على شهر رمضان وقد حصل من طاعة الله سبحانه وتعالى ما يعينه على استقبال شهر رمضان. يمكن أن نبدأ بسؤال: لماذا نحتاج أصلا إلى قفزة إيمانية قبل رمضان؟ لماذا نحتاج إلى قفزة إيمانية قبل رمضان؟ لا شك أيها الكرام أنكم تعلمون أن رمضان فرصة، وهذه الفرصة لا بد من الاستعداد لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الإمام مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة البدر إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث المتفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، رغم أنف رجل. وهذا دعاء على هذا الرجل، هذا نوع من أنواع التوبيخ والدعاء عليه. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما. شهر رمضان هو الشهر الذي يعبر عن نهاية المحرقة السنوية التي يعيش فيها الإنسان، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث الصلاة. عبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير في حديث الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحترقون 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 تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها،
ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا شبه الصلاة، شبه إقامة الصلاة صلى الله عليه وسلم، شبه إقامة الصلاة بأنها بمنزلة تبريد الحريق الذي تكسبه الذنوب والغفلة. فالذنوب والغفلة عبارة عن حريق يصيب الإنسان، هذا الحريق له ما يطفئه، له ما يطفئه يوميا، له ما يطفئه يوميا، وهي الصلوات الخمس. لكن هناك ما يطفئ هذا الحريق أسبوعيا، وهي صلاة الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجمعة إلى الجمعة. وهناك أيضا ما يطفئ هذا الحريق، هناك ما يطفئ هذا الحريق سنويا، وهو شهر رمضان. فشهر رمضان أيضا هو عبارة عن إطفاء للحريق الذي يكسبه، الذي يعني يكون على الإنسان بسبب الذنوب والغفلة التي قد يعيشها طيلة العام، التي قد يعيشها طيلة العام. لذلك شهر رمضان عبارة عن فرصة، فرصة للإنسان لكي يطفئ مثل هذا الحريق، لكي يطفئ مثل هذا الحريق. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون الإيمان، أن يكون إيمان الإنسان وأن يكون عمل الإنسان الصالح في هذا الشهر لا كغيره من الشهور، لا كغيره من الشهور. لذلك شهر رمضان شهر مهم، شهر رمضان فرصة، فرصة للإنسان لكي يغفر الله عز وجل له ذنبه، فرصة للإنسان لكي يعود مرة أخرى إلى الإيمان، فرصة للإنسان لكي يقبل الإنسان على طاعة الله عز وجل، فرصة للإنسان لكي يعيد الإنسان اتصاله بالوحي، فرصة للإنسان لكي يعود الإنسان إلى 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 القرب من الله سبحانه وتعالى، فرصة للإنسان لكي يعود الإنسان لقراءة القرآن الكريم، فرصة لكي يعود للذكر، فرصة لكي يعود لقيام الليل، فرصة لكي يعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فرصة، شهر رمضان عبارة عن فرصة. ولذلك يحتاج الإنسان أن يكون أن يهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر الكريم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتهيأ لاستقبال شهر رمضان، كان يتهيأ لاستقبال شهر رمضان. فهذه القفزة بمثابة إن الإنسان يحبس نفسه ويصابرها ويجاهدها لتحصيل عبادة من العبادات العظيمة التي قد لا يستطيع الإنسان الاستمرار عليها، قد لا يستطيع الإنسان الاستمرار على هذه القفزة، لا يستطيع الإنسان أن يفعل هذه القفزة طيلة وقته. هذه مرتبة عالية جدا لم يصل لها إلا أفراد من السلف، اللي كانوا بيعبروا عنهم أنهم كانوا إذا قيل لهم القيامة غدا لم يستطيعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا. لكن الإنسان منا يستطيع أن يفعل عبادة أو أن يحصل عبادة من العبادات العظيمة التي قد لا يستطيع الإنسان الاستمرار عليها، لكنها تعمل في قلبه الأثر الذي يعيد القلب مرة أخرى إلى الحرص على عبادة الله تبارك وتعالى. شهر رمضان أصلا يربينا الله تبارك وتعالى على مثل هذه القفزات لكي يستمر الإنسان على ما يستطيع من طاعة الله عز وجل طيلة السنة. أنت بتصوم 30 يوم، ليه بتصوم 30 يوم؟ بتصوم 30 يوم عبارة عن تدريب من الله سبحانه وتعالى لك لكي تستطيع أن تصوم ولو بما تيسر خلال السنة. أنت مش تقدر تصوم السنة كلها، لكنك تستطيع تثبت أمام نفسك أنك تستطيع أن تصوم 30 يوم متواصلة، تثبت أمام نفسك أنك أنت تستطيع أنك أنت تقرأ جزء من القرآن يوميا أو أكثر، تثبت أمام نفسك أنك أنت تستطيع أنك أنت تصلي كل يوم 11 ركعة وربما زدت في العشر الأواخر. فيعني قم ولو بما تيسر خلال السنة، يعني لا تكن السنة كل السنة غفلة عن قيام الليل وعن تلاوة القرآن وعن ذكر الله تبارك وتعالى. فشهر رمضان عبارة، هو شهر رمضان أصلا عبارة عن قفزة، قفزة سنوية لكل مسلم يتزود منه لبقية عامه. وكذلك كان السلف يفعلون، السلف لم تكن عبادتهم في رمضان كعبادتهم في غير رمضان. وكذلك كان سيد العباد عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير،
وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فانظر إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يجود طيلة السنة عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يخص رمضان صلوات الله وسلامه عليه بمزيد جود منه صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهي تعبر عن حال عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. طيب، يبقى إذن هذه القفزة الإيمانية، هذه القفزة من العمل الصالح، لماذا نحتاج إلى هذه القفزة؟ هذه القفزة هي عبارة عن عبادة عظيمة تعيد القلب مرة أخرى إلى حظيرة الإيمان، تشعل في القلب مرة أخرى نوع من أنواع الهمة التي تحدث فيه إقبال على عبادة الله، تبارك وتعالى. القفزة دي زي مثلا إن واحد يصدم، إن واحد قلبه يصيب نوع من أنواع التوقف، فيصدم بصدمة كهربائية شديدة تجعله يندفع مرة أخرى، هذا القلب يندفع مرة أخرى لكي يحاول استطاعة إن هو يكمل المسير ويكمل العمل مرة أخرى. هذا عبارة، القفزة دي هي عبارة عن صدمة للقلب قبل شهود شهر رمضان. لماذا نصدم القلب قبل شهود شهر رمضان؟ لكي يزداد القلب من عبادة الله عز وجل في شهر رمضان. القفزة، هذه القفزة الإيمانية هي فرصة لتجديد الإيمان في القلب، القفزة فرصة لتجديد الإيمان في القلب. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلى، الإيمان يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، يعني زي الثوب البالي. الإنسان إذا لبس ثيابا، إذا أكثر من لباس ثياب معينة، فالثياب دي يصيبها نوع من أنواع الإيه؟ يصيبها نوع من أنواع البلا، يعني هذه الثياب تبلى، هذه الثياب تهترئ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالقفزة فرصة لتجديد الإيمان في القلب مرة أخرى. القفزة الإيمانية التي يقبل الإنسان عليها هي فرصة لإنعاش القلب قبل رمضان. القلب يمرض كما يمرض البدن، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاء هذا القلب يحصل أحيانا بمثل هذه القفزات، كما أن جلاء القلب يحصل، كما أن شفاء القلب يحصل بالتوبة، وجلاء القلب إن القلب ينظف، هذا القلب ينظف مما يعتريه من الران، يحصل بالذكر. فهذا الثوب أيضا، هذا القلب يمرض، وهذا القلب يصدأ، وهذا القلب يعرى، وهذا القلب يجوع ويظمأ، فالقفزة نوع من أنواع التدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القلب. القفزة هي عبارة عن تربية للنفس على العبادة، لأن الإنسان بيعمل عمل عظيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني كما سيأتي في أمثلة هذه القفزات. فالإنسان بيعمل عمل عظيم من العبادات، هو لا يستطيع إنه مثلا كل يوم يجلس من العصر إلى العشاء يذكر الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أنه كل يوم يختم مثلا 15 جزء من القرآن، هو لا يستطيع أن يفعل ذلك كل يوم، لكنه يفعل ذلك في يوم من الأيام لكي يحصل مثل هذه المعاني، لكي يحصل تجديد الإيمان في قلبه مرة أخرى، لكي يحصل نوع من أنواع إنعاش القلب قبل رمضان، لكي يحصل نوع من أنواع تربية نفسه على العبادة.
وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يبث في أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، بل يبث في زوجاته عليه الصلاة والسلام، يبث هذا المعنى، معنى الشوق لعبادة الله تبارك وتعالى، معنى حمل النفس على عبادة الله تبارك وتعالى. ومن أعجب ما يروى في ذلك ما رواه عطاء قال: دخلت أنا وعبد بن عمير على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فقالت لعبد بن عمير، السيدة عائشة بتقول لعبد بن عمير إيه؟ قد آن لك أن تزورنا، يعني أنت هسه فاكر تزورنا؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له، تقول لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا، يعني أنت هسه فاكر تزورنا؟ فقال: أقول يا أمة كما قال الأول، يعني عبيد بن عمير بيرد على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عبيد بن عمير بيرد على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبيقول لها إيه؟ بيقول لها قد لما هي قالت له قد آن لك أن تزورنا، فقال: أقول يا أمة كما قال الأول، زر غبا تزدد حبا، يعني هو بيرد على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبيقول لها أنا إيه، أنا ما بجيش كتير، أقول كما قال الأول، زر غبا تزدد إيه، تزدد حبا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت عائشة: دعونا من رطانتكم هذه، يعني إيه الكلام ده، مش داخل دماغي، يعني الكلام ده مش داخل دماغي. ثم قال لها، قال ابن عمير لها، وده الشاهد يعني، قال لها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، أخبرينا بإيه، بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى إن مين اللي بيسأل، اللي بيسأل السيدة عائشة، اللي هي مين السيدة عائشة، زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول، تسأل: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. الله أكبر، لما إنسان يقرر في ليلة من الليالي إن هذه الليلة يفرغها لعبادة الله عز وجل، لما إنسان يقرر إنه في يوم من الأيام يفرغه لطاعة الله تبارك وتعالى، لما إنسان يقرر إن في وقت طويل من حياته يفرغه لعبادة الله عز وجل، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقام فتطهر عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم بكى وكان جالسا، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية، إلى آخر الآية. وفي رواية عن عطاء قال: قلت لعائشة: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأي شأنه لم يكن عجبا، وأي شأنه لم يكن عجبا صلى الله عليه وسلم، إنه أتاني ليلة فدخل معي في لحافي، ثم قال، قام عليه الصلاة والسلام وقال: ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. هذه أيها الكرام، يعني هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نحتاج إلى أن ننتفع من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي نحدث قفزات في أنفسنا، لكي نقرر في يوم من الأيام أن احنا نعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، لكي نقرر في يوم من الأيام أن احنا نقترب من الله عز وجل، لكي نقرر في يوم من في ليلة من الليالي أن احنا نصف أقدامنا بين يدي الله تبارك وتعالى. كان هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القفزة نوع من أنواع محاولة للحاق بركاب الصالحين. احنا قلنا إن احنا بدأنا الحديث بأهمية إن الإنسان يقفز
قفزات إيمانية قبل رمضان، إن الإنسان يحصل قفزات إيمانية قبل رمضان لكي يستفيد من رمضان أكبر استفادة، لأن رمضان ده موسم، رمضان ده موسم خير، لابد أن يحرص الإنسان على الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن. وما يحفز النفس على تلك القفزة أن يعلم أن القفزة بمثابة تجديد للإيمان في قلبه، أن يعلم أن القفزة فرصة لإنعاش قلبه قبل رمضان، أن يعلم أن القفزة عبارة عن تربية لنفسه على العبادة. القفزة أيضا محاولة للحاق بركاب الصالحين، محاولة للحاق بركاب الصالحين. قيل لسفيان الثوري رحمه الله تعالى، وسفيان الثوري ده سيد من سادات المسلمين، سيد من سادات المسلمين في العلم والعمل رحمه الله تعالى ورضي عنه، قيل لسفيان الثوري: ذهب الناس يا أبا عبد الله وبقينا على حمر دبرة، وبقينا على حمر دبرة، يعني ضعيفة ضعيفة. فقال الثوري رحمه الله تعالى: ما أحسن حالها لو كانت على الطريق، ما أحسن حالها لو كانت على الطريق. سفيان الثوري واحد بيقول له: ذهب الناس يا أبا عبد الله وبقينا على حمر دبرة، الناس اللي هم الزهاد العلماء الكبراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، قالوا له: ذهب الناس وبقينا على حمر دبرة. فقال الثوري: ما أحسن حالها لو كانت على الطريق. القفزة عبارة عن إن هي بتعيدك مرة أخرى إلى هذا الطريق الذي سار عليه الصالحون من قبلك، الذي سار عليه الصالحون من قبلك. لذلك أنت تحتاج إن أنت تأخذ بنفسك، حتى ولو كنت تمشي الهوينة، كما قال القائل وما أحسن ما قال: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينة وتجي في الأولي. حتى تحاول، حتى أنك أنت تعذر لربك سبحانه وتعالى وتقول له: يا رب هذا ما استطعت، يا رب هذا ما قدرت عليه، يا رب هذا ما استطعت أن أقدمه، يا رب أنا لا أستطيع أن ألحق بهؤلاء، لكني أستطيع أن أفعل أي شيء حتى يقربني منك يا رب العالمين. أما قال الرجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا ما أعرفش أقول الكلام الحلو اللي أنتم بتقولوه، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حولها ندندن. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. وذلك في زفرة لابن الجوزي رحمه الله تعالى جودها الإمام ابن القيم مناديا على كل سائر يقول: يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ أين أنت والطريق؟ طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاص الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت باللهو واللعب، فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. تقول سليمة: لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوفه. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. لذلك الإنسان يحتاج إلى أن يأتي بقلبه، والقلب أيها الكرام هو الذي القلب هو الذي يفعل، القلب هو الذي يجعل هذه الجوارح تقوم. أنت سبحان الله تجد إنسان قلبه، تجد إنسان طول في عرض، جسم طول في عرض لكنه لا يحتمل شيئا، وتجد إنسان ضعيف لكن قلبه أثبت. القلب هو الميزان الذي يجعل للبدن الوزن الحقيقي. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو الذي قال: ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، وكانوا يضحكون من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذاك القفزة اللي انت بتعملها، القفزة دي عبارة عن إعادة للقلب مرة أخرى، إعادة للقلب
لكي يمشي في ركاب الصالحين، لكي يمشي في ركاب الصالحين. وهؤلاء الصالحون أيها الكرام لم يكن أحدهم يعني فاضي، وما كانش الواحد منهم غير منشغل بأي شيء في الدنيا، وإنما كانوا يجاهدون وكانوا يعملون وكانوا ومع ذلك كانوا أيضا من العباد، كانوا أيضا من العباد. أحكي لكم قصة علم من أعلام الأمة، هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رضوان الله ورحمته، يقول عنه البزار في الأعلام العلية: أما تعبده رضي الله عنه فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له من أهل ولا من مال. وكان في ليلة متفردة عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل، وكان في ليله يعني بالليل بيعمل، بالنهار بيشتغل في الجهاد في سبيل الله، يشتغل في بث العلم في نفع الناس، وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل. تخيلوا ان ده يوم امام من أئمة المسلمين، يوم امام من أئمة العلم والدين. كان في ليله متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر، يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم. وكان إذا أحرم بالصلاة، وخلوا بالكم من النقطة دي كده، يعني خلوا بالكم معايا من وصف صلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، من وصف إيه؟ وصف صلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول: وكان إذا أحرم بالصلاة، وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام. الله أكبر، يكاد يخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام. تخيل لما واحد بيقول الله أكبر يكاد القلب ينخلع من هول ومن عظمة قوله الله أكبر، لأنه يستشعر فعلا وهو يقول الله أكبر. فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة ويسرى. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان مجلسه عاما للكبير والصغير والجليل والحقير والحر والعبد والذكر والأنثى، قد وسع كل من يرد عليه من الناس، يرى كل منهم في نفسه أن لم يكرم أحدا بقدره. ثم يصلي المغرب، ثم يتطوع بما يسره الله، ثم أقرأ عليه من مؤلفاته أنا وغيري، فيفيدنا بالطرائف ويمدنا باللطائف حتى يصلي العشاء، ثم بعدها كما كنا. وكان من الإقبال على العلوم إلى أن يذهب هوي من الليل طويل. خلوا بالكم، وهو في خلال ذلك كله في الليل في النهار والليل لا يزال يذكر الله تعالى ويوحده ويستغفره. وكان رضي الله عنه كثيرا، ده كله حكاية عن عابد واحد من عباد هذه الأمة وعالم من علمائها هو شيخ الإسلام تيمية. وكان رضي الله عنه كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء، لا يكاد يفتر عن ذلك، كأنه يرى شيئا يثبته بنظره. فكان هذا دأبه مدة إقامته بحضرته، فكان هذا دأبه مدة إقامتي بحضرته، فسبحان الله ما أقصر ما كانت، يا ليتها كانت طالت. هكذا يقول بزار: يا ليتها كانت طالت، ما مر على عمري إلى الآن زمان كان أحب إلي من ذلك الحين، ولا رأيتني في وقت أحسن حالا مني حينئذ، وما كان ذلك إلا ببركة الشيخ رضي الله عنه. فالقفزة هي نوع من أنواع محاولة اللحاق بركاب هؤلاء الصالحين، محاولة اللحاق بركاب هؤلاء الصالحين. فإن استطعت أن تلتحق بركابهم فخير وبركة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. القفزة الإيمانية التي يحصلها المرء نوع من أنواع المسارعة إلى الخيرات. أنت ليه تنتظر شهر رمضان؟ وما أدراك أنك أنت ستلحق شهر رمضان. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى: وزكريا إذ نادى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى وكيف يقل ما يتقبل. لذلك القفزة دي في الخلاصة عبارة عن إن الإنسان يتعود الخير، إن الإنسان يتعود الخير. عارفين لما واحد بيكون مثلا في الثانوية العامة، فهو لو حط في باله أو حط في نفسه إن هو مثلا يعني هيدخل الامتحان وهو عنده مثلا وهو يجيب مثلا 80% فتلاقيه يسقط. لكن لو هو حط في نفسه إن هو لازم يطلع من الأوائل على الجمهورية، لو هو حتى نزل شوية هينزل إيه؟ هينزل قليلا، سينزل قليلا. لذلك القفزة نوع من أنواع التعود على الخير. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة، تعودوا الخير فإنما الخير بالإيه؟ بالعادة. يعني الإنسان يعود نفسه على الخير، يعود نفسه على الخير. إذن هذه هي محفزات القفزة. لماذا نقفز؟ لماذا نريد أن نقفز إيمانيا؟ هذه هي المحفزات، هذه هي المحفزات. المحفز الأول إن القفزة فرصة لتجديد الإيمان في القلب. المحفز الثاني إن القفزة فرصة لإنعاش القلب قبل رمضان. المحفز الثالث إن القفزة عبارة عن تربية للنفس على العبادة. المحفز الرابع إن القفزة محاولة للحاق بركاب الصالحين. المحفز الخامس إن القفزة نوع من أنواع المسارعة للخيرات. ولا يدري، لا يدري العبد أيدرك رمضان أم لا، أيدرك رمضان أم لا. طيب القفزة دي إحنا لسه أسبوع قبل شهر رمضان الكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل رمضان، وأن يعيننا الله عز وجل فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأسبوع ده ممكن تختار لك على حسب نفسك وعلى حسب وقتك وعلى حسب مجهودك، ممكن تختار لك في هذا الأسبوع قفزة واحدة بس تعملها، أو قفزتين أو ثلاثة أو أربعة، بحسب ما يتيسر لك. القفزة دي تكون عمل عظيم أنت عادة ما بتعملوش، يعني أنت مش لازم تكون بتستمر على هذا العمل، لكن على الأقل أنت بتعمل بما استطاع، بتعمل هذا العمل ولو مرة واحدة. هذا العمل كما قلت لكم في بداية المجلس نوع من أنواع الصدمة للقلب، نوع من أنواع الصدمة للقلب. عارفين لما إنسان مثلا كما ربنا عافينا، لو واحد مريض وعنده مشكلة في قلبه بيعملوا إيه؟ بيعملوا له صدمة كهربائية. الصدمة ديت هي نوع من أنواع الإنعاش للقلب، نوع من أنواع الإنعاش للقلب. فأنت تعمل برضك في خلال أسبوع ده هو نوع من أنواع الإنعاش لقلبك، تدخل على قلبك عمل صالح ضخم، هذا العمل الصالح يرفع منسوب الإيمان في قلبك، فتقبل على شهر رمضان وأنت يعني في محبة للعبادة، وأنت في محبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسيدة عائشة: ذريني الليل أتعبد لرب، دي محبة، شوق من النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتاق لعبادة ربه تبارك وتعالى. ولذلك أذكر لكم في ختام هذه المحاضرة قفزات مقترحة، وأنا أدعوكم إلى سماع محاضرة عبادة السلف، أو محاضرة عبادة السلف ومحاضرة أخرى أيضا اللي هي محاضرة طالب العلم والعبادة. الاثنين دول للشيخ خالد السبت حفظه الله تعالى، وأدعوكم لسماع هذا الرجل
هذا الرجل المبارك، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحفظه في عافية وفضل. الشيخ خالد السبت له محاضرتين، محاضرة اسمها عبادة السلف، ومحاضرة تانية اسمها طالب العلم والعباد. وأدعوكم أيضا إلى قراءة كتاب مسلكيات للشيخ إبراهيم السكران، نسأل الله أن يفك أسره وأن يبارك فيه. هذه الكتب هي أيضا نوع من أنواع أنك أنت تشوف الناس كانت بتعبد ربنا إزاي، شوف كيف يصفو للإنسان، كيف يصفو للإنسان هذا القلب. لذلك أنا سأذكر لكم بعض القفزات المقترحة، وإلا فيمكن للإنسان أن يصنع قفزته بنفسه، يمكن للإنسان أن يصنع قفزته بنفسه. ممكن واحد يقعد يختم القرآن في يوم، مش صعب أن يختم القرآن في يوم. ممكن إنسان يقعد يستغفر الله تبارك وتعالى 10,000 مرة، ليس صعبا، هذا ليس صعبا أيها الكرام. كان السلف بيعملوا كده، كان بعض السلف بيعملوا كده في أيامهم العادية كما سيأتي لكم. ولكن أنبه تنبيه مهم جدا، أنبه تنبيه مهم جدا، وإحنا بنقرأ أحوال السلف وإحنا بنطلع على أحوال السلف في العبادة، ممكن نكون بنبص إن ياه إحنا فين والسلف فين، وإحنا مش هنقدر إن إحنا نعمل زي السلف، لن نستطيع أن نلحق بركابه. وكما أقول لكم، كما قلت لكم أولا، يكفيك أن تكون على الطريق، يكفيك أن تكون على الطريق. ده هم بيقولوا سفيان الثوري ونحن على حمر دبرة ضعيفة، قال ما أحسن حالها لو كانت على الطريق. المهم إن أنت ماشي على طريقه، المهم إن أنت ماشي على طريق هؤلاء الصالحين، ده الأمر الأول. الأمر الثاني، إن لا تنظر إلى كمال النهاية ولكن انظر إلى إحراق البداية، انظر إلى إحراق البداية. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة كما يقولون. فالسلف دول ما وصلوش للمرحلة دي بسرعة، لم يصلوا إلى تلك المرحلة بسرعة، مش بمجرد رمضان واحد بقى سفيان الثوري سفيان الثوري في العبادة، مش بمجرد شهر واحد بقى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المنزلة من العبادة، لا، وإنما جاهدوا أنفسهم. للأسف إن حتى السرعة أصبحت على الناس حتى في عبادتهم، هو عايز النهاردة يفتح المصحف يعيط على طول، عاوز النهاردة يقوم قيام الليل يشعر بالفيوضات والرحمات والتجليات عليه من الله تبارك وتعالى، عاوز مش عارف يعمل ايه يشعر بلذتها. لا، اصبر على طاعة الله عز وجل، اصبر نفسك كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لذلك القفزات دي او المواقف اللي انا هقولها في القفزات هذه عبارة عن نوع من انواع ان انا افتح لك مجالات، بس افتح لك مجالات. المجالات دي هي التي ان شاء الله تعالى هي التي ستكون عونا لك انك انت تصنع قفزتك بنفسك. حتى لا اطيل عليكم، القفزة الاولى قفزة الخلوة، ان الانسان يختلي. الناس ما حدش في وقت انها تقعد مع نفسها، الناس من شدة يعني ضغط الحياة على الناس ما عادش في وقت ان الانسان ينفرد فيها بنفسه. ولا بد للعبد كما يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، لا بد للعبد من اوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه واصلاح قلبه وما يختص به من الامور التي لا يشركه فيها غيره، فهذه يحتاج فيها الى انفراده بنفسه، اما في بيته كما قال طاووس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته. لذلك أنت تحتاج إلى قفزة الخلوة، أنك أنت تختلي بنفسك، تجلس من العصر للمغرب في المسجد محدش يعرف عنك حاجة، في مسجد محدش يعرفك فيه، في مكان لا يعرفك فيه أحد، مفيش حد هيسلم عليك فيه، تقعد تفتكر ذنوبك كده وتقول أستغفر الله، تفتكر ذنب وتقول أستغفر الله، تفتكر خير وتقول يا رب ارزقني، تفتكر عمل صالح تقوم تصلي ركعتين لو أنت مش في وقت النهي، يعني مش بعد العصر للمغرب، لو أنت مثلا من الظهر للعصر قمت تصلي ركعتين، تفتكر دعاء تدعو به، تخلو بنفسك، مفيش حد معاك، مفيش تليفون معاك، مفيش أي شيء يلهيك، أنت منك للرب سبحانه وتعالى، منك لله سبحانه وتعالى، منك لله عز وجل.
الله عز وجل سبحانه وتعالى يتفضل على عبده. وتخيل كده وانت قاعد في الخلوة دي وانت بتستحضر قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في إيه؟ في نفسي، في نفسي. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. قفزة اسمها قفزة الإيه؟ قفزة الخلوة. القفزة الثانية قفزة الاستغفار، قفزة الاستغفار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 12,000 مرة، وذلك على قدر ديتي. إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم إيه؟ 12,000 مرة. أقعد كده يوم من الصبح لحد ما تخلص 12,000 استغفار. قفزة، قفزة لك يوم واحد، مش لازم تعمله كل يوم، تعمله يوم واحد. سيدنا أبو هريرة كان بيعمل كده كل يوم، لكن انت اعمل يوم واحد بس، اصدم قلبك، اصدم قلبك بهذا العمل، انك انت عملت عمل كبير اهو، عملت عمل كبير، لعل الله عز وجل يغفر لك. ولذلك كان مسروق يقول: ان المرأة لحقيق ان تكون له مجالس يخلو فيها. يبقى ده نوع من انواع الجمع بين القفزتين، الجمع بين القفزتين، قفزة الخلوة وقفزة الاستغفار. إن المرأة لحقيق أن تكون له مجالس يخلو فيها، يذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. يذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. الإنسان يكون له مجالس يخلو فيها، يذكر فيها الذنوب، يستغفر، يقول: يا رب اغفر. كل شوية يفتكر ذنب يقول: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. وذلك في قول الله عز وجل: فإنه كان للأوابين غفورا. قال عبيد بن عمير في قوله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الأواب الذي يتذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منه. الأواب الذي يتذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منه. وعن يونس بن خباب قال: قال لي مجاهد وكان لي أخا. يونس بن خباب بيقول: قال لي مجاهد وكان لي أخا، أخوه كده في الله: ألا أنبئك بالأواب الحفيظ؟ أقول لك من الأواب الحفيظ؟ قال: بلى. قال: هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلى فيستغفر الله عز وجل له. هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلى فيستغفر الله عز وجل له. إذا اجلس مجلس تستغفر فيه من ذنوبك، استغفر في مجلس من العصر للعشاء، استغفر يوما بأكمله، اسمع قفزتك بنفسك. القفزة الثالثة قفزة الصلاة. القفزة الثالثة قفزة الصلاة، إن الإنسان يصلي، يكثر من الصلاة، يطيل الصلاة أو يكثر من عدد الركعات بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى على كل إنسان. ومن أعجب ما وقفت على عليه من آثار في مسألة الصلاة دي ومحبة الصلاة عن المسور بن مخرمة أن عمر رضي الله عنه أرضاه، سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لما أصيب جعل يغمى عليه، فقالوا: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. يعني لو هو حي، لو أنت قلت له الصلاة هيقوم على طول. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين قد صلي، الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت، الصلاة خلصت يا أمير المؤمنين. قال: فانتبه. فقال: الصلاة الله، إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال المسور: فصلى وإن جرحه ليثعب دما، جرحه بيسيل، الدم بيسيل من سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك لم يفرط في صلاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا عمر ما قدرش يفرط في الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال عبد الرزاق: لما قدم سفيان، سفيان الثوري، لما قدم علينا سفيان الثوري طبخت له قدرة سكباج ذا، يعني لحم يطبخ بخل، لحم يطبخ بخل، يعني طعام فاخر يعني، وقدر يعني شيء كبير يعني، فأكل. ثم أتيته بزبيب الطائف، وزبيب الطائف يعني نوع فاخر من أنواع الزبيب أيضا. قال: فأكل. ثم قال: يا عبد الرزاق، اعلف الحمار وكده. دب إذا أحسنت علفها أحسنت العمل. قال عبد الرزاق: ثم قام يصلي حتى الصباح، رحمه الله تعالى، ثم قام يصلي حتى الصباح.
فدي قفزة، قفزة الصلاة، قفزة الدعاء. آخر مرة رفعت فيها إيدك لله سبحانه وتعالى وقلت يا رب، فضلت رفع إيدك قد إيه؟ العضلات دي استحملت إنك أنت ترفع إيدك قد إيه؟ ما هي ده عضلات. وكما قلت لكم عن عبد الله بن مسعود، الخير عادة. الإنسان لو هو مثلا متعود إنه يطلع الدور الخامس ولا السادس زي حالتنا كده كل يوم، خلاص بيتعود، بعد شوية بيتعود خلاص انتهى. لكن لو هو متعود إنه يطلع بالأسانسير مش هيقدر يطلع على رجله. الإنسان لو متعود إنه هو يشيل حاجة بإيده خلاص عضلاته بتستحمل، وممكن التاني ما يقدرش يستحمل. آخر مرة أنت رفعت فيها إيدك وقلت يا رب إمتى؟ قلت يا رب إمتى كده؟ آخر مرة دعيت فيها ساعة ولا ساعتين إمتى؟ ممكن الواحد يكون آخره 5 دقايق 3 دقايق وقول ياه ده أنا طولت بقى لي 10 دقايق بدعو. يقول سليمان التيمي: كان طاووس إذا صلى العصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. يعني من العصر المغرب، من العصر المغرب هو بيدعو، من العصر المغرب يقول يا رب. وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: ربما خرج عامر بن عبد الله بن الزبير منصرفا من العتمة، يعني من صلاة العشاء، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد طالع من صلاة العشاء، وطبعا ما كانش فيه لا نور ولا كان فيه الكلام ده، فواحد طالع من صلاة العشاء منصرف من العتمة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرض له الدعاء قبل أن يصل إلى منزله، قبل ما يوصل لبيته يعرض له الدعاء، عايز يقول يا رب. شوفوا يا أخواننا هذا القلب، سبحان الله، شوفوا القلب ده هو إزاي، يعني سبحان الله، سبحانك سبحانك يا رب، إزاي هذا، إزاي قلبه بيقول. ثم يعرض له، فيعرض له الدعاء قبل أن يصل إلى منزله، فيرفع يديه، فما يزال كذلك حتى ينادى بالصبح. الله أكبر، واحد بيدعي ربنا من بعد صلاة العشاء لحد صلاة الفجر، فما يزال كذلك حتى ينادى بالصبح، فيرجع إلى المسجد يصلي الصبح بوضوء العتمة، يعني بوضوء العشاء. هذه قفزة، قفزة الدعاء. القفزة الخامسة قفزة القرآن، قفزة القرآن، إنك أنت تختم القرآن في يوم، تختم القرآن في يومين، في يومين تختم القرآن. أنت مش تقدر تعمل كده على طول، بس على الأقل يبقى أنت حاولت، حاولت إن أنت تصدم قلبك، تقول له أنا قادر إن أنا أعمل، تقول له أنا قادر إن أنا أعمل، تحمل على قلبك حمل علشان القلب يستطيع أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. كان الأسود رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. وعن الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة، فإذا كان في شهر رمضان ختم في كل ليلة منها ختمة، وفي كل يوم ختمة، فكان يختم في شهر رمضان 60 ختمة. رحمه الله تعالى ورضي عنه، رحمه الله تعالى ورضي عنه. لذلك دي قفزة، قفزة القرآن، انك انت، انك انت تثبت لنفسك لا انا قادر ان انا اقرا القران في يوم، قادر ان انا اقرا القران في يومين، بما تستطيع. المهم ان قلبك يصدم، ان قلبك يصدم بهذا العمل. القفزه السادسه قفزه الذكر، قفزه الذكر. إن قال الوليد بن مسلم: رايت الاوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. إحنا الواحد دلوقتي يدوب بيخدم الصلاة، يعني يدوب بيقعد في مكانه لعند ما يختم الصلاة، ده يبقى يعني يما هنا يما هناك إذا ختم الصلاة. لكن ده كان بيقعد من أول ما يخلص صلاة الفجر، واحد ساعة ما يخلص صلاة الفجر يقوم عشان ينام، يدوبك ينام. لكن ده كان بيقعد يثبت حتى تطلع الشمس يذكر الله تبارك وتعالى. اعمل القفزة دي في يوم من الأيام، جرب انك انت تقعد كده تذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس. القفزة السابعة قفزة صدقة، قفزة صدقة. عن مرثد بن عبد الله المزني قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، الرجل ده يعني
وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة. يعني واحد هو طول النهار ماشي يتصدق، إما فلوس وإما خبز وإما قمح. هو الرجل ده كده، هو كل يوم هو داخل المسجد في كمه صدقة، يعني جيبه فيه صدقة، فلوس ماشي، قمح ماشي، عيش ماشي، خبز ماشي، أي حاجة. حتى ربما رأيت البصل يحمله، يعني حتى أحيانا كان يشيل في جيبه بصل يتصدق به. قال فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، هيخلي ريحة الهدوم بتاعتك وحشة. قال فيقول يا ابن حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غير هذا البصل، ما عنديش غير البصل ده أتصدق به. إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. تعود نفسك إنك أنت كده في يوم تفك لك مثلا شوية 10 جنيه 5 بحسب كل واحد يعني ما يستطيع من الخير، وتتصدق، تعود إيدك على البذل والعطاء، تعود إيدك على الكرم، لا ترد سائلا، تعود نفسك على السخاء، على سخاء النفس، على الكرم، لعل الله عز وجل أن يكرمك. هذه القفزات أيها الكرام، هذه القفزات. ممكن يكون قفزة إنسان قفزة يوم من العبادات المختلفة، هو يوم بيقضيه في عبادة الله عز وجل. يقول سفيان الثوري عمرو بن قيس، سفيان الثوري اللي أنا لسه حكي لكم قصته، إمام من أئمة المسلمين في العلم والعمل، يقول عمرو بن قيس هو الذي أدبني وعلمني قراءة القرآن وعلمني الفرائض، فكنت أطلبه في سوقه، فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته. هو الراجل يروح الشغل بتاعه، فلو ما لقاهوش في الشغل يلاقيه في البيت، إما أن يصلي وإما يقرأ في المصحف، كأنه يبادر أمورا تفوته، كأنه يبادر أمور تفوته. يعني واحد عاوز يلحق حاجة، عاوز واحد في حاجة ضاعت منه، في حاجة فاتت وعاوز يلحقها، فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة في زاوية من بعض زوايا المسجد، كأنه سارق قاعدا يبكي، فإن لم أجده وجدته في المقبرة قاعدا ينوح على نفسه. دي نوع من أنواع القفزات المشكلة، زي ما احنا قفزات مختلفة، قفزات مختلفة تعرض على النفس. وأنا أنصحكم في كتاب جميل جدا اسمه كتاب فقه النفس، كتاب اسمه فقه النفس للشيخ يحيى اليحيى حفظه الله تعالى. هذا الكتاب في حال السلف في العبادة، حاول انك انت تطلع منه بما استطعت، بما استطعت. وكما قلت لكم ايها الكرام التنبيه في الاول، ان ممكن احوال السلف احنا ما نقدرش عليها، لكن على الاقل نمشي على الطريق، على الاقل نمضي على الطريق. فالمقصود ان تجتهد في العبادة، اي قفزة تعينك على استقبال رمضان خذها بقوة واستمسك بها، لكن لازم يكون لك عمل صالح، لازم تكون لك عبادة. سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال سل، قال لي سل. شوف واحد جات له فرصة، شوف الفرصة العظيمة دي لما جات له عمل إيه، قال سل، اسأل أي حاجة. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني ما تقول أي حاجة تانية، قلت هو ذاك، مش عايز أي حاجة تانية. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك أنت محتاج أنك أنت تقول يا رب دايما. لما في أختم بهذا الحديث الجميل الذي أحبه كثيرا، أحب هذا الحديث جدا، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام مسكه من إيده كده، فقال يا معاذ قلت لبيك، قال إني أحبك، قال إني أحبك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا معاذ إني أحبك، قلت وأنا والله أحبك. يا سلام، شوف هذه المشاعر الجميلة الرائعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا معاذ رضي الله تعالى عن معاذ، وجمعنا الله عز وجل به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد.
حديث جميل قوي، ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا معاذ قلت لبيك، قال اني احبك، انا بحبك، قال قلت، يقول معاذ رضي الله عنه وارضاه، وانا والله احبك. سيدنا معاذ يعني تخيل ان واحد النبي عليه الصلاه والسلام يقبل عليه ويقول له انا بحبك، فسيدنا معاذ قال وانا والله احبك. دي سبحان الله، هذا الشعور يعني من اروع ما يمر بالانسان. نسال الله عز وجل ان يرزقنا حبه، وأن يرزقنا حب من يحبه، وأن يرزقنا الله عز وجل عملا يقربنا إلى حبه. بيقول له إني أحبك، قلت وأنا والله أحبك. قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ تخيل لما 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 واحد كده، لما واحد بينقل لواحد عمل، وده الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ده المشرع صلوات الله وسلامه عليه، لكن هو ينقل هذا العمل بالحب، ينقل هذا العمل بالإيه؟ بالحب. هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام بيخبره للي لسه قايله من شوية أنا بحبك. فتخيل لما واحد هيقول لواحد بقى بعد الحب ده كله هيقول له إيه؟ قال قلت نعم، قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إحنا محتاجين يا أخوانا، محتاجين قبل شهر رمضان إن إحنا نكثر من هذا الدعاء، محتاجين نكثر من هذا الدعاء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى جميعا للخير، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى يعني مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. يعني شكر الله لكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين على هذه القناة المباركة، على قناة إنه القرآن، وأن يبارك الله عز وجل أيضا للإخوة والأخوات في برنامج الارتباط بالقرآن، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.